فيديو جديد من تحليات الطبخ، والنهارده يمكن اصعب حلقه لان النهارده الضيف بتاعي هو بسنت نوردي. بسنت، ايوه، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. جاهزه للتحدي؟ جاهز اكتر منك. طيب خليني بقى اشرح لك التحدي بتاع النهارده هو عباره عن ايه بالظبط. تحدي الطبخ عباره عن 3 مراحل. اول مرحله هي تحدي الصوره، واللي بيفوز بيه هو اللي بيخلص الطبخ الاول. ثاني مرحله هي جوده الاكل، واللي فيه بنجرب الاكل اللي احنا عملناه وبنقيمه بكل حياديه. ثالث مرحله هي الحكم، واللي بنستعين فيها بحكم من بره عشان يحكم ما بيني وما بين الضيف. والنهارده تحدي الاحمر ضد بسنت نور الدين. اول حاجه بقى تحدي الصوره. ده احنا بدانا خلاص. احنا بدانا خلاص. طب بتهزر. ماشي، بنعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحدي الصوره انا اللي هكسبه. قولي ليه بقى. قولي ليه؟ عشان انا ما بحبش اطبخ حاجات تاخد مني وقت كتير في البيت. حلو جدا. يعني انا احب الاكل، احب طعم الاكل، واحب اكل، مع ان يعني بيقولوا لي مش بيبان عليكي، بس ما بحبش اقعد وقت طويل وانا بعمل الاكل في المطبخ. وكمان بحب الحاجه تبقى هيلثي. انا واخد بالي من السمنه اللي انت بتحطيها. دي سمنه بلدي، سيبها بس ايه تسخن حاجه بسيطه. انا برضو غالبا احط شويه سمنه زي كده بالظبط. دي لحمه فريتو. الفريتو بيبقى يعني انعم حاجه كده، عارف انها انعم حاجه في اللحمه. أوكي. فهي بتستوي بسرعه. انا بالنسبه لي بحب الستيك اكتر، بس انا اخترت النهارده موزه عشان تستوي اسرع فافوز عليك اسرع. اخد برضو زيت. بس انا قاعده عماله ارغي عشان اعطله وانا مش مركز. وانا خدت بالي. نجيب ملح، ورقه وقلم معايا يا ست الكل. انا بقى بحط الملح كده عليها. اللحمه الحلوه بتبقى محتاجه ملح وفلفل بس. احسن تتبيله اصلا. وبجيب فلفل. دي حلوه قوي قوي قوي. بص بقى، انا بسيبها تتشوح يعني تتحمر ناحيه، يعني هي بقت فيها لون محمر شويه. اوكي. واقوم بقى قلبها على الناحيه الثانيه. واحنا تقريبا بنعمل نفس الخطوات بالظبط. لا والله. والله دي لحمه بصوص شبه صوص الديميجلاس. اللي انا بعمله بقى دي لحمه صوص كده بيتعمل بصوص الزبادي، يبقى شبه الديميجلاس شويه، يبقى صوص تقيل طعمه حلو. ماشي ماشي. المفروض ان دي وصفه سريعه يعني تعمليها بسرعه. حط بقى المفروض شويه ثوم باودر وبصل باودر. بتاعتي ريحتها احلى. انا شايف ان انت عماله ايه يعني تقفزي للسنتجات واحنا لسه ما ابتديناش اصلا. يا دوبك الميه تغطي اللحمه. الله، بحب اللون ده بقى، بعشقه. وبعدين بوطي عليها يعني مش قوي، بخليها وسط كده. بعدين بقى بغطيها كده مسافه بقى 20 دقيقه نص ساعه، كل شويه بقعد اشقر عليها الميه، نشفت ازودها شويه. يعني بالنسبه لي حاسس ان احنا بنعمل نفس الخطوات، بس انت هتستخدمي صوص طماطم صح؟ لا، طماطم دي للسلطه والمكرونه. انا هعمل بقى صوص بتاعي له علاقه بالزبادي. اعتقد ان احنا في الحته دي هنختلف شويه. ماشي. انا بقى بستغل بقى الوقت اللي اللحمه فيه بتستوي فيه. حلو. ان انا ايه اعمل بقى الحاجات الثانيه اللي المفروض اعملها. انا حاسس بقى ان انت سرعت في انك حطيتي الميه بدري شويه، يعني كده انزلي بالميه لحد ما اغطيها كلها بالكامل. ماشي. وبعد كده توطي النار. دي السلطه بلدي بقى. عارفين، هقول لكم معلومه، ان لوح التقطيع بتاع الخضار لازم يكون غير لوح التقطيع بتاع اللحمه والفراخ. بسمع المعلومه ديت بس ما اعرفش ليه بقى. لان اللحمه والفراخ والسمك بيبقى فيها ممكن بكتيريا، جراثيم معينه. أوكي. حاجات معينه بتتحوش في الفراغات بتاعه لوح التقطيع، بتعيش بقى وبتتكاثر. فبعدين لما تيجي تقطع عليها الخضار بيتنقل للخضار، ولا قدر الله مع الوقت تبقى بتكون من مسببات السرطان. اوكي، هذا موضوع خطير. فخلي بالكم ان لوحه التقطيع بتاعه الخضار تبقى غير لوحه التقطيع بتاعه اللحوم عامه. بالنسبه بقى للصوص، بالنسبه لي انا احط زبادي وعليه معلقه نشا تقلب، واقول لكم هنعمل ايه بعد كده. بص بقى، هقول لكم على تركيه حلوه في البصل، عشان الناس اللي مش بتحب طعم البصل يبقى ظاهر قوي. بنقطع البصل للسلطه، وبعدين نحطه على جنب الطبق لوحده، ونحط له خل وملح وفلفل ندعكه فيه، نسيبه بقى مثلا مده ربع ساعه نص ساعه، وبعدين نحطه على السلطه. لا، والتقطيع كله زي بعض، انا واخد بالي يعني ما شاء الله. مشكله بقى في السلطه ان انا خايفه ما اعرفش اظبط الملح والفلفل بتاعها، لان عشان احنا صايمين. احنا صايمين. تفضلي تقلبي بقى. ادوق واعرف هتبقى طعمها عامل ازاي. انا عمري ما اكلت لحمه معموله بالزبادي. يعني فرق. ولا انت بتجرب فينا. بص بقى، انا بحب احط على السلطه، بحب احط عسل ومع الخل. الناس اللي بتحب طعم الخل البلسمك بتحط عسل ابيض ومعاه خل. عسل بيدي أبيض. نفس او عسل اسود بيدي نفس النكهه كده. قريب النكهه قريبه قوي يعني. مش واثق صراحه من الخطوه بتاعتك دي خالص. يعني حاسس انها هتسافر. هقعد احطها على السلطه. نعناع ناشف بفركه كده واحطه كده. حلو. مؤخرا ده اكتشفت
كان يعني ما كانش في البيت فيه نعناع ناشف، قلت طب ما اجرب ما احط قرفه. كنت انت عايزاه ما تحط عسل وقرفه وربنا يستر على السلطه بتاعتي. عارف دي السلطه بتاعتي وانا براحتي اللي هاكلها لوحدي كنت هعملها كده اعصرها بسناني. احسن حاجه حصلت دلوقتي ان الاذان اذن فتقدر تدوقي براحتك. كنت انا معتمد على الحته ديت. هنشوف نهى لذيذه. نهى لذيذه عشان كده بزود ملح. والله لذيذة بس محتاجة ملح. ايه المشكلة؟ الطماطم علشان الصلصة. دي للصلصة دلوقتي؟ ده للصلصة. ايوه اوكي. دي انا بقطعها للصلصة. يعني مش حاسة الحاجات دي ممكن تاخد منك وقت ازيد من اللازم شوية؟ نو انا بحب اعمل المكرونة بزيت الزيتون. حط زيت زيتون. بالنسبة لي بقى ده الوقت اللي انت تحط فيه صوص الزبادي. تحط كده ايه بالراحة نص الكمية بس. ده زبادي والصوص اللي بينزل من اللحمة بتضيفيه على الزبادي وتفضلي تقلبي كده. لو حطيت منه على بس مش زبادي بس، زبادي ونشا. انت كل حاجة عندك بتخلص بسرعة ليه؟ يعني اشمعنى انا ال... عارف بقى لو في كريمة طبخ حط بقى حتة كده تبقى خطيرة. بص يا تقعدي بقى تقولي اعذار، ولو كان في كريمة طبخ ولا كان في لبن ده هي حلوة والحاجات بتاعتك دي هي حلوة كده، بس كانت يعني هتبقى احلى لو كنت جبت كريمة طبخ وحطيتها عليها كانت هتبقى احلى. شكلك بتحب العسل قوي. عسل عم مكرونه. انا كسبت التحدي ده خلاص. الطماطم مش مسكره. بس سؤال صريح وعايز اجابه صريحه. انت امتى اخر مره طبختي؟ والله كان امبارح. والله من في التسعينات كنت امبارح نفس الاكله دي بالظبط. والله انا اخر مره طبخت التحدي اللي فات بقى وخسرت. وخسرت. فعشان كده جاي التحدي ده متحمس زياده. بس انت اصلا بتطبخ في البيت يا اسلام؟ وقت ما الواحد يكون مزاجه رايق صراحه مش طول الوقت. اخر خطوه بقى الملح. يعني المفروض انك تحط الملح في الاخر علشان اللحمه تستوي. انك لو حطيتها في الاول زي ما وسنت عملت هتلاقي لحم مش مستويه كويس. يا سلام. يا فانتي وحظك بقى. لا حلو قوي يا اسلام. هنشوف في الاخر ربنا يستر والله. ممكن تكوني بتجي. لا يعني خلص خلص والله استوت ان شاء الله استوت. خلص. بس انت لسه ما عرفتيش. لا ما انا سيبها كده علشان تبدا سخنه. يعني المكرونه خلصت واللحمه خلصت. ودي السلطه خلصت. طيب بقى كده هي في تحدي السرعه خلاص. ان بس في كل مره انا كنت بكسب فيها تحدي السرعه كنت بتغلب في كل حاجه بعد كده. الرز جوه نجيب. الرز جوه؟ ماشي. دي خدعه. انت سويت الرز امتى؟ الحله دي ما كانتش على البوتاجاز. ماشي عاجبك كده؟ لا مش محسوب. اصل الرز ما فيهوش قصه. الرز يعني عارفه لو في حكايه رز ابيض مسلوق عادي جدا بس عشان يكسب وقت بس مش اكتر. اوكي. عشان دي متقطعه كبير مش متقطعه صغير. انا كده جاهز بقى خلاص. باين جدا انها مش مستويه بجد والله. لا لا بقصدك ما اعرفش. ماشي لا والله كنت هعيط دلوقتي. خلصنا. طيب بسم الله. والله خطيره. ماشي لا انا مش مصدقك. لا والله. ماشي. واحد قوي. المكرونه دي مش متفائل بيها خالص. كويس كويسه. اللحمه احلى. حلوه. بيقول كده عشان هو اللي يكسب. حلوه. شوف السلطه بس انت قعدتي ساعه تعملي فيها دي. ها بقى جامده جامده. ماشي طب انت دوقي بقى بتاعته. ماشي الذوق بتاعته. شويه رز بقى كده مثلا او بتاع مع معلقه. حلوه ولا حلوه قوي؟ حلوه قوي. شوف الرز بقى. شوف الرز اهو. احنا نشوف الرز اللي هو مش عامله. لا يعني كان جوه بس عشان على البوتاجاز اللي جوه دلوقتي بتظلم يعني. الرز اللي مش اسلام عامله. لا بصراحه شافوا لي اللي عمل الرز. خلينا بقى ادوق. ادوق مكرونتي اكيد حلوه. اكيد مش زي ما هو قال. ايه الجمدان ده؟ في لحمه كده؟ حلوه. قولي بصراحه بطلي تمثيل. والله حلوه. هي كويسه. حلوه قوي. ايوه يعني احنا عشان اصدقاء مش يعني هقول لك كويسه مش مصدقك والله. ده كده بقى بيستدعي ان احنا ندخل الحكم عشان يفصل ما بيني وما بينك. ده بقى وقت الحكم. اتفضل يا استاذ حكم. يا الله. يلا صدق. يا الله. يا حاجة. اتفضل. الحمد لله على السلامة. بص يا بسام المفروض انكم كبنات يعني ملوك المطبخ يعني الطبع كده ان الرجالة بيعملوا اكل احسن شايف. والله العظيم ده ظن. والله العظيم ده ظن. ابدا باللحمة. ابدا باللحمة.
حلوة، بس عندك مشكلة كده بسيطة ان انت وانت بتتبليها انت حطيتي مية كل شوية مية مية عشان اطمن انها تبقى مستوية كويس. في سلطة بقى عندك وفي مكرونة معمولة بالعسل بشكل، بس السلطة خدها بالمعلقة عشان تاخد من الصوص بتاع السلطة كمان يعني. ماشي خد مكرونة اتفضل. جزء زيتون زيادة طعمه باين. اخر حتة بقى يا سلام في المكرونة، بس المكرونة عجبتني شوية. انا واخد بالي خلاص قرب بيخلص. زيت الزيتون طعمه طاغي. انت جربت السلطة اصلا؟ ماشي. السلطة بقى بالمعلقة كده بمعلقه هتعمل ايه؟ تقول لي جرب السلطه دي كده ما عجبتك؟ لا حلو حسيتك؟ لا لا جامده والله عجبتني والله. انا بحب السلطه اللي هي بيبقى فيها ميه زياده دي. لا حلو ازاي؟ اه يعني ما دي سر الطبخه بقى من الاسرار. واللي واحده السلطه اكتر حاجه عجباني. هي حلوه باين بس فيها ايه؟ هي حلوه بس فيها ايه بقى؟ بس ايوه هقول لك. حطيت رشه قرفه وعسل. هو يعني العسل سنه اه وعسل شويه عسل شويه عسل ورشه قرفه. مالك هي التركيبه بتاعتها غريبه جدا. هو ده اللي باين اه بس مخليها طعمها ظريف. وده ده شيء فاجئني صراحه. بس مسكتها بتدوب معاك ازاي؟ واخد بالك من القصه دي؟ لا والله لا حلوه. لا انا الحته بس الماده اللي معلش ما تاثرش عليا يا ابني. ده جزء دهني ده عادي، لكن اللحمه ذات نفسها ده عيب. عيب عليك عيب عليك يا حبيبي. الحمد لله على السلامه. انا دايما بخسره. عامله ثلاث حاجات وعامل حاجه واحده بس. شيري بس ممكن يا بسنت ادوق لحمه ثاني من عندك؟ ايوه ممكن، بس عايز اتاكد من قراري. معلش يا بسنت حتى باينة، حتى باينة مفيش صوص. اللحمة ناشفة شوية باينة باينة. طيب خليني اقول لكم بقى على النتيجة. ناخدها واحدة واحدة كده. المكرونة عجبتني حلو. الرز انت ملوش تاني. انت اصلا ما تجيبش رز تاني. المكرونة حلوة، السلطة جامدة جدا. انا هاخدها وانا ماشي اصلا. اللحمة بقى الاساس معلش. اللحمه آه. لحمتك حلوه. لو انا ما كنتش دقت دي يعني انت كنت جايبه لي اكل لوحده بلحمتك انا هاكل زي الفل. فاللحمه تكسب بتاعت اسلام. برافو والف مبروك يا اسلام. برافو اسلام. شكرا يا حكيم. ماشي بالهنا بالشفا. عاش يا اسلام. مبروك هارد لك هارد لك. شكرا جدا. معلقه معلقه ماشي اوكي. اتبسطت جدا جدا والله بوجودك معايا النهارده. وانا كمان. حلقه فيها تنافسيه واكل لطيف معمول بشكل رائع. فشكرا بجد على وجودك يا رسام. شكرا انت والله. ونشوفك بقى في سيزون 2. ماشي ان شاء الله. ترجعي لي بقى تحدي ثاني نكون اتدربنا اكتر. ايوه ان شاء الله. ان شاء الله. تعالوا لكم فيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي مع ضيف جديد. سلام.